صحف من السند والهند على جدران متحف نابو بمنطقة الهري جمعت من كل أقطار العالم، معظمها منذ القرن التاسع عشر، بأسماء غريبة وأهداف سياسية اجتماعية منوعة وبلغة أدبية عريقة. رح تلاقي صحيفة عربية مارونية كانت تصدر بالصين، أنا كتير تفاجأت. من هون منقول إنه هذا المعرض كتير كتير غني. وراء كل صحيفة قصة. نابليون الأول أصدر الحوادث اليومية بالقاهرة، واللبنانية هند نوفل أسست الفتاة، أول مجلة نسائية بالعالم العربي. كان عندنا مجلة عن الطب بالقرن التاسع عشر، كان في صحافة السخرية ما بقى موجودة. استغرق جمع هذه المجموعة أكثر من 30 سنة من البحث لبدر الحاج، واحتضن معرض نابو لتكون بسجل بيروت عاصمة الإعلام العربي لعام 2023. مجموعة متحف نابو ومجموعة كمان لأصدقاء هن ما حبوا يقولوا اسمهم، بس أكبر مجموعة هي مجموعة الباحث بدر الحاج. حضر افتتاح معرض بدايات الصحافة العربية سياسيين، إعلاميين، سفراء وعشاق القلم والكلمة، وهو مستمر لغاية 16 أيلول. من 1901 يعني شفنا صحف ما كنا عارفين فيهم، فهيدا كان شيء كتير حلو أنه نتعرف على هالتاريخ. هو شيء لازم نحن نرجع على تأسيسه بلبناني اللي نحن بنعرفه، اللي بيجمع المعارض وال اللي موجود بالسلطة، وحتى مش بس التنوع كمان قد كان في انتقاد بهديك الايام وبهديك المرحله. بالداخل معرض الصحف والمجلات، بيكملوا معرض بالخارج لمنحوتات لابرز كبار النهضه العربيه على كافه الاصعده. رغم الروافد الاخرى للاعلام العربي والصحافه العربيه، فتبقى لبنان كمناره للصحافه. كانت الصحافه اللبنانيه في زمن العز، عندما كانت الصحافه اللبنانيه صحافه العرب. تبقى بدايات الصحافة العربية من أجمل وأعرق البدايات، وعلى أمجادها تعيش صحافة اليوم ويتغذى المثقفون.